عاجل، عالم الزلازل الهولندي الشهير يحذر من وقوع زلزال قوي ويحدد الموعد والمناطق المتأثرة. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو. حذر العالم الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس من احتمال وقوع زلزال كبير في الفترة من 15 إلى 16 يونيو حزيران الجاري 2024، حيث توقع هوجربيتس أن تكون الفترة من 15 إلى 16 يونيو حزيران 2024 الأكثر أهمية، مع احتمال وقوع الزلزال بقوة تتراوح من 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر. كما حدد فرانك هوجربيتس المناطق المعرضة لحدوث هذا الزلزال هي تركيا ولبنان وسوريا وشرق إفريقيا. وتحدث أيضا فرانك هوجربيتس عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم 17، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون، ويوجد اقتران كوكبي حاسم بين كوكب الزهرة وعطارد والأرض، مما قد يساهم في النشاط الزلزالي المتوقع. تركيا وسوريا ولبنان هي المناطق الأكثر عرضة لزلزال بقوة تصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر. نسأل الله السلام للجميع. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.